جديدة من رمضان كونسولتو. النهاردة هنتكلم عن صيام مريض السكر. مهم جدا مريض السكر يكون بياخد وجبة سحور متكاملة فيها الحبوب الكاملة، فيها البروتين، فيها الخضار، فيها الفاكهة، فيها المية والسوائل طبعا على مدار اليوم كله، يكون بياخد من 2 ل 3 لتر مية. مين من مرضى السكر ما يقدرش يصوم؟ السكر من النوع الأول اللي بيعتمد اعتماد كلي على الإنسولين. لو مستويات السكر في الدم غير مستقرة أو مرتفعة ما بننصحوش أبدا إنه يصوم. مرضى السكر من النوع الثاني لو بيعانوا برضو ان هم عندهم عدم انتظام في مستويات السكر، يعني لو السكر بيعلى جدا او بيحصل فيه هبوط شديد، ففي حالة ديت برضو ما ينفعش يصوم. اي مريض سكر بيعاني من مضاعفات، لو عنده مشاكل في الكلى او مشاكل في القلب او اي مضاعفات التهابات في الجسم، اي مضاعفات لمرض السكر برضو ما ينفعش يصوم. الحوامل اللي بيعانوا من سكر الحمل ما ينفعش يصوم. مين بقى ممكن يستفيد من الصيام؟ مريض السكر من النوع التاني لو منظم السكر بتاعه ومنظم الأدوية بتاعته وراح للدكتور بتاعه وقاله ان كل مستويات السكر والتراكمي كله مظبوط، ده يقدر يستفيد جدا من الصيام، لان هو لو فيه كمان زيادة في الوزن مع الصيام ونظام غذائي يقدر ان هو يتخلص من اي زيادة في الوزن ويستفيد جدا من رمضان. ايه اهم الارشادات لمريض السكر في رمضان؟ مهم جدا ان انت تتابع مستوى السكر في الدم. بنتابعها ازاي؟ بنقيس مستوى السكر في الدم بالجهاز بعد 8 ساعات من الصيام، وقبل كل وجبة وبعد كل وجبة بساعتين. لو في اي قراءة لقينا فيه هبوط مستوى السكر عن 70 ميلي جرام بر دي سي لتر او زيادة عن 300، ففي الحالة دي لازم نوقف صيام على طول. ازاي اعرف ان مستوى السكر زاد في الدم؟ هيحس العيان انه ممكن عطشان قوي او بيدخل التواليت دخول حمام كتير، او حاسس انه عايز يرجع، او انه هو دايخ جدا ومش قادر يركز. في الحالة دي ابدأ اروح اقيس مستوى السكر بتاعي على طول. فازاي اقدر اعرف ان مستوى السكر انخفض؟ بيحس فيه دوخة جامدة جدا، في رعشة خفيفة في الجسم، صداع، زيادة في ضربات القلب، يبدأ يحس في حالة تعرق شديدة، يحس ان هو مش مركز ومش شايف وعينه مزغللة. في الحالة دي على طول لازم يقيس السكر. لو لقى السكر منخفض لازم يفطر على طول. طب يفطر ايه؟ ياخد كوباية يحط عليها معلقة سكر او معلقة عسل ويشربها على طول، او كوباية عصير، ويستنى شوية نص ساعة كده ويقيس السكر تاني. لو لقاه بدأ يرتفع ويبقى كويس خلاص، لسه لقاه منخفض ممكن ياكل أكلة، أي ساندويتش جبنة، أي يعني أي وجبة خفيفة، ويستنى شوية. مهم قوي قوي يا جماعة ان احنا نبقى عارفين الأعراض ديت علشان نبقى متابعين نفسنا أثناء فترة الصيام. وبكده أكون قلتلكم معظم النقط المهمة اللي مريض السكر مفروض يعملها ويركز عليها أثناء فترة الصيام. تابعوا معانا إن شاء الله في حلقة جديدة من رمضان كونسلتنت.